أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا اليوم. معايا انا جيت فرحانه محمد الرفاعي. كيفاش نخليك الله يبارك فيك. انا فرحان حيتاش معكم اليوم، وفرحان حيتاش مجموعين كاملين في التظاهره هذه اللي فيها كاع لي زارتيست، والتظاهره اللي كتستهدف يعني كتمس بطريقه كبيره الشباب، سواء في لامود عامه، في الموديلينغ، في الستيليزم، في كل شيء. ف بحد ذات واحد الحاجه زوينه، وسورتو مجموعين لي زارتيست تبارك الله، عبد العالي انوار، سعديه زكون، كاع لي زارتيست، ربيع القاطي، بزاف ديال الفنانين صراحه اللي تنشوفهم في التلفازه، اللي فريمون فرحانين حيت غنتلاقاوهم اليوم، وهذا بحد ذاته حاجه زوينه. حنا ايضا فرحانين حيت تلاقينا معك اليوم. الله يبارك فيك. قولي لنا كيفاش جات الفكره ديال الاغنيه كيفاش نخليك اللي دارت واو؟ واش كنت كتسنى ديك الرد من الجمهور، هذيك النتيجه واش كانت متوقعه ولا شوف ما كتقولش متوقعه، مي انا ما تغنيش بزاف، الوغ انا كنكومبوزي بزاف، والحمد لله الاعمال اللي كومبوزيتها كلها وصلت للمغاربه. فالتجربه ديال الغناء كانت حطيت كاع المقومات، حطيت كلمه زواونه، جمله لحنيه زواونه، توزيع زواون، اداء ديالي وديال هند كان تا هو زواون، ليماج تا هي كانت نورمال، ما كانتش مديرونجي العين ديال الناس، كان لو كليب زواون، فحطيناها وقلنا الحمد لله راه الا وصلت للمغاربه راه غادي تنجح. كان خاص غير توصل للمغاربه لا شونسون، والحمد لله وصلنا. ما وصلتش غير للمغاربه، وصلت واقيلا للعالم. الحمد لله، هذا هو الاوبجيكتيف الكبير اللي حطينا على الاغنيه، والحمد لله. دابا هذه مسؤوليه كبيره ملي هذا، يعني كنتسناو منك شي حاجه ما احسن. كاين شي جديد؟ بيان سور كاين الجديد، ديما كاين الجديد. عندي اغنيه ان شاء الله اللي غادي تنزل سميتها الصياده، من كلمات يونس ادم ومن التوزيع ديالي، من التوزيع ديال حمزه الغازي بلوطو، والالحان ديالي غتنزل ان شاء الله في لافان جوما، وكنتمنى حتى هي تعجب المغاربه وتكمل على نفس المنوال ديال كيفاش خليك ان شاء الله. اكيد انا متاكده انها غادي، حيت حنايا ربما بزاف الناس ما تيعرفوكش، ما كانوش كيتعرفوا محمد الرفاعي في الشكل ديالو، لانك كنتي وراء الكواليس، ولكن تعرفوا عليك من خلال الاغنيه ديال كيفاش نخليك اللي دارت ضجه. محمد الرفاعي ما كنشوفوكش بزاف، علاش؟ حيت انا تنفضل نبان في الخدمه، الظهور. شوفي دابا الا كنا كنعرفوا واحد القضيه مزيان، سي كالظهور بزاف ديال لاغتيست، والظهور ديال المشاكل بزاف، سينو فين غادي نبان بزاف؟ الا ما عنديش برودوي ما غاديش نخرج تنظهر بزاف تنهضر، الوغ تنحاول الخدمه ديالي نديرها وتكون سميتي في الخدمه. هذا هو لو بلوز امبورطون عندي، حيت ديجا تنعيش حياتي بريفي بزاف، جو بارطاج با ما في بيرسونيل، الوغ تنحاول نبارطاجي الموسيقى، فتنبغي البوبليك يعرف عليا غير الموسيقى، ما يعرفش عليا شي حاجه اخرى. يعني محمد الرفاعي كيشوف بان الفنان يعني ما خصوش يبارطاجي لا في بيرسونيل ديالو. لا ماشي ما خصوش يبارطاجي، كنقول كل واحد وكيفاش تيدير. بالنسبه لي انا ما خصنيش نبارطاجي، فالارتيست كل واحد والقناعات ديالو. كاين اللي عزيز، كاين اللي ما عندوش انتوراج مرتاح فيه، كيرتاح في لو بارطاج مع الناس. انا لا، انا عندي ما في بريفي، عندي واحد ليسباس بريفي ديالي اللي تنبارطاجي معاه، الوغ كنقول سي مي با لا بين انني نبارطاجي مع الناس هاد المشاكل هادو، ولا نحاول نبارطاجي معاهم الافراح بيان سور، الاغاني، لي سوكسي، الخبيرات الزواونين، حوايج اخرين كنظن انه غيبقاو ديالي، حيت انا هو اللي غنلقى لهم الحل. تماما. محمد قول لنا كيفاش جا محمد الرفاعي؟ كيفاش توليتي محمد الرفاعي؟ لا، محمد الرفاعي كنقول دي كوميون، قطره ديال الخدمه. منين طلعت من العيون، منين بدينا الخدمه مع حاتيم 2009 2010، حات سعد في 2013، غازي الامير، زينة الداودية، الوغ بدات الخدمه هي اللي كتبني سميه، والحمد لله. انا لو بلوز امبورطون عندي هو تعرف سميه الرفاعي اكثر من انه يتعرف هو اونطونكو بيرسون، فهادي غتفيدني اكثر في المجال الفني، والحمد لله صراحه فرحان بهاد الكارير هادي اللي عندي. حنا فرحانين حيت بزاف الناس كيقولوا لا محمد الرفاعي ربما جاي من عائله غنيه، ولكن انا اللي عارفه، ما عرفتش واش المعلومه ديالي صحيحه، بانك انت واحد الانسان اللي عانيتي، قريتي ودرجه درجه. بيان سور تهضري على كتهضري على العيون، حنا كنا في العيون. الوغ تحيه للناس ديال الصحراء، تحيه طبعا، تحيه للناس ديال الصحراء كاملين، تحيه للناس ديال العيون، الناس ديال بوكراس كيكيما راس خيمه، الوغ كاع لي كارتي اللي كبرت فيهم، تحيه للوالده والوالد طبعا. فالظروف الظروف كانت عاديه بحال اي اسره مغربيه ذات الدخل المحدود. الوالد ديالي في المخزن، الوغ كان الحلم الوحيد هو انني نضرب تمارا على راسي. لا كنت باغي نوصل شي حاجه بغيت نديرها، فالموسيقى كنت اكثر حاجه كنعرف نديرها. حتى في القرايه واخا قريت وكملت قرايتي، مي كان الموسيقى اكثر حاجه ممكن نعطي فيها اكثر. فوالا الوغ الانرجي اللي عندي كامله كتشري في الموسيقى، فالحمد لله كملت ودابا بخير الحمد لله. وحنا كنتمناو لك من نجاح لنجاح لنجاح. محمد الرفاعي القلب ما تيضربش؟ قدام تيضرب عادي. لا لا ترونكيل. شوفي حتى داكشي اللي كيضرب عندي بريفي، الوغ داخل في الحياه الخاصه كله. حنا بغينا نعرفوك سينجل ولا سينجل ولا اون غولاسيون؟ داكشي كومبليكي، داكشي مخربه، سي كومبليكي، ما بقاش كيديرها الفيسبوك، سي كومبليكي، داكشي مرون، داكشي علاش. محمد الرفاعي شنو تبغي تقول للجمهور ديالك اليوم عبر الموقع ديال أشواق؟ بغيت نقول لهم شكرا، شكرا على كاع لي كومونتير، لي لايك، لي سيبورت، لي فيديو، لي ستوري، شكرا بزاف. وان شاء الله تبقاو على هاد الشيء هذا حتى في لي بروجي اللي غادي ينزلوا ان شاء الله قدام، وتكمل كيف ما سبق ليا قلت على الطريق ديال كيفاش نخليك ونزيدوا قدام ان شاء الله. حنا كنشكروك وكنبغي نوجه تحيه، نوجه تحيه للزميل ديالي طبعا طبعا كنوجه تحيه لاحلى اشرف طبعا، اللي ضرب معنا تمارا بالكاميرا وطارق علينا ليكليغاج بصح. فتحيه لكاع لا بريس اللي كاينه دابا، كاع الصحفيين، كاع المنابر الاعلاميه اللي كاينه، حيت فريمون باش يتجمعوا كاملين هنايا ما شاء الله. وتنحييكم على هذا بزاف، حنا كنحييوك. وكان معكم محمد الرفاعي وكيقول لكم تسناو في الاخر ديال الشهر 1 ان شاء الله عنده جديد وعنده ما يقولش، حاجه اللي قويه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.